ولكن انت ملي تولي ناعس وواحد كيحرق فيك دبش عليك. انا تزدت هنا وكبرت هنا، زيد في 71 عندي دابا 50 عام ياك. كبرت الكاروسه، راه كبرت فيها جوج بنات. هذه الكاروسه عندها 20 عام في عمرها، وكنعاود الرقعه ونصوبها باش كنخدم، ولا ما اضطريتش نمشي للمارشي نخدم مع امي التمر. ولكن ما انا شوف انا امر ديال الله عز وجل الشتا صابر لها، ولكن انت ملي تولي ناعس وواحد كيحرق فيك دبش عليك. ناض سكر مع دوك صحابو اللي كيدخل دوك الشياطين بحالو اللي كيدخل، سكر معاهم ضربو تما. خرج ضرب هذاك موس، هذاك جاب ليسانس كيحرق فينا حنا، ولكن واش المهم جاب كيحرق فينا حنا، كيحرق فينا حنا، شعل فينا حنا. لو كل ما كانش ليسانس ما تشعلش العافيه فينا على الجد. الوقيده ما غادير والو، والعافيه ما يعني انا تخنقت مشيت للسبيطار هنا. راه ست شهور ما كيديروا في الاكسجين، عندي الوراق ديال الطبيبه هما كاينين. مشى ليا الحياه المدنيه، مشات ليا لاكارت لاسوني، مشى ليا الدوسي ديال القلب ديالي، مشى ليا كل شيء ديالي، مشى ليا حتى حاجه. ربنا خلقت انا وتقول واش هو كون كنت انا خالو ما يديرش فيا هذا، كون كان يهودي كاع يهودي ما يديرش فيا الحاله هذه. واش انت عندك شي كرامه تدخل الناس؟ واش انت حساس الناس عاطينك الامانه، حاطين الطوموبيلات ديالهم ودخل تسكر وتجي مع الصباح تقول لهم راه ليا فلوس العسه؟ لا يعقل، هادشي ما بغاش الله. المصير جيت فيه انا عشت، انا بعدا عايش فقير وغادي نموت فقير، لان صافي هذا هو الحد الادنى ديالي. هذا مني شعل فيا العافيه، يعني هذا صافي الماكسيمو ديالو. واحد هذا عذبني، شنو واحد العذاب؟ انا كنقول لك ولد اختي خالو عذبني، كنت عنده الكرامه ما يدخلش، ما يدخلش الرجاله على عيال. واش هذا اللي صيفط مراته؟ صيفطها وكتدخل السكيريا كل نهار، ما عنده لا من لا دين. واش انت كتقول باننا حساس؟ عندي الوليدات باغي نوكلهم، كتشري مثلا 60 فرنك ولا 70 فرنك ديال الشراب، انت راه وليتي ملياردير. انا راه الله نزل لي الحنان في قلبي، شي مني لقيته كيتشار لداخل كيقول لي خرج بحالك، ما عطانيش الله شي شر باش لو كون درت معاه شي حاجه غنصدق انا ظالم، المخزن ما يرحمنيش. ولكن اللهم في يد العداله، والله ينصر سيدنا، والله ياخذ الحق في الظالمين. وتا انا لا كذبت عليه او تعديت عليهم، الله ياخذ فيا الحق، لان ولد اختي لو كل ما كاينش معاهمش ما كاينش اللي غادي يهديني. انا كنمشي شحال من خطره كنهود للدروه عند خوتي، نبرك خمس ايام كان تلقى البركه هي هي، حتى واحد ما اداني. ولكن انت جيب لي كيهديني. هذاك السيد غادي ياخذ الجزاء ديالو، وانا كنتسنى القانون يقول الكلمه ديالو، ولا ما انصفنيش القانون الله ينصر جلاله الملك محمد السادس، وعاش محمد السادس. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.